أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن AEW Dynamite اللي شفنا فيه قصص جديدة، بناء لبعض الألقاب، وهم عودة لعداوة قديمة. The devil's here to stay, baby. نبدأ مع الديفل آدم كول مع فريق الأندسبيوتد كينغدوم. أغنيتهم حلوة، ريمكس لأغنية باي باي، ورودريك رحب بصاحبه. And listen to my best friend. يقول كيف ما تفهمون مشاعري، وام جي اف تخلى عن كل حد في دربه وهو يهتم بنفسه بس، لهذا السبب ما بتشوفونه مره ثانيه. حبايبي، السيناريو هذا الكل تكلم عنه، شلوا ماكس من قائمه المصارعين في موقع الرسمي لاي دبليو، والكل قال لا ما جدد مع الاتحاد، بس يلعبون على راس الجمهور. وانتم لا تصدقون كل شيء هذا، من وجهه نظري ان ماكس بيتم في الاتحاد. كمل ام جي اف، اهتم فيه لانه يحتاجه، اول ما يشوف الامور تمام راح يخونه، لهذا السبب عمله قبله، ساعده يدافع عن اللقب وكان سبب في خسارته. فماكس مات وهو حي مع الاندسبيوتد كينغدوم. رودريك يبغي لقب انترناشنال، الكينغدوم عندهم القاب التاك تيمز لرينج اوف اونر ووردلو، وجهته القادمه بيكون اللقب العالمي. بعد ما يفوز فيه اكيد بيتخلى عنه ويعطيه لادم كول بعد ما يتعافى من اصابته. حبيت كل شيء غير النقطه هذه، شفناها قبل مع البينكل وام جي اف، بتعيد القصة مرة ثانية وهو ما له نفس. قول لقب تي ان تي يا عمي، رينج اوف اونر العالمي هم زين، على الاقل نستانس فيه وما ياكل تبن. جاي وايت وصل قال معجب بشغله، خصوصا خيانته لماكس بعد ما هاجمه من بداية تكوين الفريق، واليوم عنده ناس وراه، عيال كان موجودين. نعم، رجعوا من جديد ونقول لهم ويلكم باك. هاجموا بس الكثرة تغلب الشجاعة، مع ووردلو اللي يدمر الكل، والاكليمد مع فخذ الاب ينقذون. ادم واقف ورا الدكاترة لانه مش مصرح يشارك ولا يكون في الحلبة، والشباب شافوا بعض. الجمهور يطالب بقصقصة الكل ولكن ما سووه مع الاسف. حبيت تكملة القصة هني، اتباع الدبل هاجموهم والان عندهم اعداء، على الأقل ناس ينافسونهم في الفترة القادمة. ورانا درب للريفولوشن، واتمنى آدم كول يختفي ويتعالج، مو وقت تضر نفسك، نبغيه في الحلبة بسرعة وقت. فروح اهتم في جسمك وخلى الشباب يشتغلون في عروض الأسبوعية. وأنا أشوف في داخله زعلان، والله العظيم هذه أكبر قصة له وما يقدر يشارك في العروض. بداية جيدة لأول عرض داينومايت في السنة، والآن أورنج كاسيدي ضد دانتي مارتن على لقب انترناشنال. تعرفون كاسيدي ما حس بوزنه، في شيء ناقص، ما عنده دافع، كان في بال الانتقام من موكس بعدين نسيناه، ولقب انترناشنال نزل مستواه كبروز في العروض. واذا رودريك بينافسه اتمنى يفوز لانه مبدع في الحلبة وشخصيته حلوة. في الباتل رويال لو تذكرون لوورلدز اند، ترنت خان دان هاوزن وقلت يمكن ينافس على اللقب كهيل. المهم باب اب ني سترايك من دانتي، وبعدين سبرينغ بورد سبلاش على بعد كيلومتر، مجنون الولد. وأورنج بانش كاسيدي يفوز معاه هوك ودان هاوزن، والطرف الثاني داريوس وأكشن أندريدي. غير هذا عودة مارك كوين أخيرا برايفت بارتي في قسم التاك تيمز، وأهم من هذا كله أن آيزيا أنقذ نفسه من مات هاردي، وتحدوا الكل من FTR يونغ بوكس حتى الهارديز يبغون ألقاب التاك تيمز، يستاهلون الشباب وعجبوني في بداية الاتحاد، بعدين اختفوا، شغلهم جميل ومتحمس أشوفهم في الحلبة. توني ستورم ما عجبها عطر ريني يونغ وما تحب نيو جيرسي، سألتها مرايا مي عندها مباراة اليوم بس هي مش مهتمة لأن البنت تقدر تهتم بنفسها، ولوثر شالها. أوه، يعرفني مكانه. اقعد انت الثاني. برومو البيت الأسود قالوا بيلعبون ضد FTR في نورث كارولاينا وبيدبروهم قدام الأهل والناس، وإذا خسروا لازم يتخلون عنهم وينضمون لعائلة تحبهم من قلب. مالاكاي وبادي ماثيوز موهوبين، وحلو نشوفهم في عداوة نوعا ما مهمة، كنزال بنستمتع فيه، بس ما أحب التهميش اللي صاير لمالاكاي بلاك اللي أشوفه موهوب وعادي يكون حامل لقب عالمي في الاتحاد. سويرف يقول داني غارسيا قدم مستوى جميل في البطولة وهو يبغي الذهب بس ما يقدر على الضغط والألم، والآن في 2024 هدفه يفوز بلقب العالمي من ماكس، لا تدمر. فسمو جو بيشوفه قريبا، حلو برجع له بعد شوي، بالذات المين ايفنت. مرايا مي فازت على الملكة أميناتا في نزال جيد، لأن المفروض يكون بسرعة وتبرز البنت كديبيو، بس كملوا لفترة والسيلينج عادي من الملكة، احلوت في آخر دقيقتين ومرايا فازت بحركة ميداي لأنها مرايا مي، ف
ميداي. فهمتوها؟ مستانسة بعد الفوز وتتمنى توني ستورم هم تكون فخورة فيها لأنها ما تحب مدينة نيو جيرسي. ونشوف ديانا بارازو، البنت موهوبة، قدمت شغل جميل جدا في امباكت والآن في AEW. وانا عبالي مرسيدس موني نشوف ديبيو كبير وحركات، بس لا، وهي من بنات نيو جيرسي فعندها رسالة لتوني ستورم تبغيها حيل. حتى أنا بيها. بس يا ولد، كفوف وتشوتها في الحنج. إضافة جميلة لقسم السيدات لأن ما في أسامي، وديانا ضد توني ستورم بتكون حلوة. كريستين كيج أب السنة مع كل سويتش نيك وين وامه توني شوفاني يسألها عن فوزه للمرة الثانية بلقب تي ان تي، والجميلة تقول كيف تعملون بوز لأم؟ راو الاحترام لأب الكل كريستين كيج. بالضبط، اسمعني توني شوفاني، بعد 200 يوم وأنا فزت بلقب هذا في الحلقة الأولى لكوليجن. لا لا، ما أعتقد أنت لا تقاطعني، ولا أمك وين بتضربك في المنطقة الحساسة رقم 2. عندي احترام خاص للأم بعد التربية الحسنة لولدها. بعدين ولدي تعال، إن ضحيت بنفسك واحترقت لي أنا، أحبك وايد، والشخص هذا اللي بسببه فزت النزال وحتى الآن معاي اللقب وهو أنا. سحب على الديناصور، صدقوني يحترق بداخله، ويوم ما بيجلب عليه. آدم اسمعني، فزت عليك مرتين والآن ما بتنافس على اللقب. ايه عادي اتكلم عن ابوك اللي ترك وانت صغير، وامك اللي مش موجودة معانا، واعرف كريستيان احسن عنك. صح ضربنا واستعملنا كل شيء بقلب وروح، ولكن ما عندي روح في داخلي. لا، لهذا السبب انا البطل. هالتحذير لك وكل النجوم باللي شفتوه في البيبر فيو كانت نبذة بس، ايه مقبلات، واللقب هذا بيكون معاي لفترة طويلة، وبعدين بتخلى عنه واعطيه لولدي نيك وين ياخذه بعدي، والفريق اللي تشوفونه قدامكم هو وجه الاتحاد. صح قدموا اجمل مباراة في وورلد اند، نعم اتفق معاه، لان لقب تي ان تي كان مهمش بسببه، هو ارتفع للمرتبة الثانية في الاتحاد ومرات كان المرتبة الاولى. حبينا قصته ورفع عروض كوليجن بالتحديد، بس ما نعرف من بينافسه في المستقبل. اتوقع لوتشا سوريس بكل سويتش بيجلب عليه قريبا، وخاف يتهمش بعد ما يخسر ضده. روبي سوهو فازت على مارينا شفير الاسبوع الماضي بسبب كاميرون، فاليوم اقتنعت فيها. شباب اتمنى تحسون فيني باللايك، اشتراك في القناة، وتكتبون آدام داربي آلن ضد تكشتا. حبايبي شقول عن جمال المنافسين، يعني من أمتع المصارعين في الشركة، غير هذا تكشتا مختفي الحبيب. ايه وداربي خذ له فرص، ولكن الياباني له مستقبل كبير، وجيريكو ما شفناه في العرض، هم زين خلى الناس تنسى على الأقل. في سالفة ثانية، نعم نيك هاوزمان أكد في بودكاسته الأخير بأن تلميحه ما كان عن سالفة جيريكو وكايلي ري، وقصد سالفة ثانية. يا حبي يا حبي، انت خربت الدنيا والآن تقول مش سالفة كايلي ري وجيريكو. حتى لو تعرف الأمور قولها بالتحديد من غير تلميحات وسوالف. وفي ناس هذا في السوشيال ميديا ومش أكيد قالوا جيريكو يمكن يرفع قضية على الحبيب وتكبر السالفة أكثر. مع الأسف ما نتهنى بشيء، وهذه مشكلة مجال المصارعة، معظم الأخبار تكون تلميح نغزات. وين قاعدين أنتوا؟ في ميلس؟ وزين استوى فيه هذا دان هاوزمان مرة ثانية حبيبي، لا تطلع الخبر من جيبك وتغير كلامك بعدين. والله العظيم نرجع، توبي سوى سيدة من داربي وكل ني سترايك عالطاير، اوف ذبحها، دوران وجيرمن سوبلكس على الستيج، بعدين كوفن دروب من فوق الجبال وكودرد، بس النهاية سوبر جيرمن سوبلكس وني سترايك للفوز. اخيرا تكشته يرجع دائرة المنافسة ونستمتع فيه، ايه في كل عرض، وهذا الصح ونطالب فيه من زمان. بعد ما فاز على كيني أوميجا اختفى الحبيب، والآن تصحح الأمور يا توني خان، ونشوف مباريات كبيرة في عروض الأسبوعية والشهرية. عجبوني الشباب يحتفلون ورا الكواليس ويقول هو الألفا. نعم الأسبوع القادم في ديليز بليس كونوسكي وهوبز يتحدون داربي آلن وستينج، أحلى كلام. فهل ممكن يكون الخسارة الأولى لستينج في الاتحاد؟ مباراة رباعية بتحديد المصنف الأول على لقب كونتيننتال، براين كيث ترنت دان هاوزن عمل لبوه بعد ما خانه في الباتل رويال مع براين كيج وفايكينغو، جنون من الشباب، وإيدي كمل قصته في بطولة الكونتيننتال. سعيد نشوفه في العرض ويكملون التطور هذا. مشكلة الاتحاد أن عندهم 50,000 لقب لازم يتخلون عنهم أو يوحدوهم. فبين المنافسين اللي بيشاركون اليوم، تخيلوا لو الفايكونغي فاز يلعب ضد إيدي، بنشوف دمار شامل يا شباب، كل واحد بزاوية
بأسلوب مختلف وحاب أشوفه. مع ذلك ما صارت، شفنا الـ F5 من كيج، بعدين بابا باور بومب، بس ترنت عمل كيك أوت، لعنة دان هاوزن العود، سوبر كيك من كيث والفايمونجي، كمل بالمون سولت، ترنت فاز بحركة كرونشي والوحش ساعده. غريبة، توقعت أكثر من الشباب كمستوى بس ما عطوهم وقت كافي. وترنت بيلعب ضد إيدي على اللقب في كولاجين. دادي ماجيك متحمس اليوم، ولكن هانجمان بيج معصب، يقول قبل كم أسبوع أتباع الحمار هاجموه واليوم بيضرب أي حد قدامه، ما يهمه أبدا سمو جو آدم كولا وحتى دادي ماجيك نفسه، بيدمر الكل. إيه حبي، وينك ما شفناك في البيبر فيو، لا أنت ولا أي فرد من الإليت. ولكن ما نسى هجوم الشباب، والسؤال بينافس من؟ هل وورد لو يخسر ضده؟ أتمنى يكون كريستيان كيج ويلعبون على لقب تي ان تي. إيه حلوة بتكون. الآن نستمتع مع برنس نانا. سويرف ضد داني غارسيا في المين ايفنت، بس رد أول شيء وبعدين بتكلم على راحتي. الشباب شافوا بعض وكل واحد يراوي مهاراته، نانا مع الهيب هوب وداني غارسيا برقص الشرقي. سويرف خرب الجو وذبحها بدي في دي على طرف الحلبة، بعدين سايتو سوبلكس من داني، دس دادي ماجيك وداني هاجمه، نومه فوق طاولة المعلقين مع اللاين تيمر. بس تدربح الحبيب مافيو، سو شغلك. سوبر بلكس وبرين باستر من زعيم الموغل امبسي، وراها الدبل ستومب، بس داني عمل كيك اوت في الثانية الأخيرة. جي ام ال درايفر للفوز، نزال جميل من الحبايب، بس الباتش خرب شوي. لو بلو من نانا في كنز المدينة، وهاجموا دادي ماجيك، بس هانجمان رجع من جديد. عاد شوفوا الشنبه شباب، كان تروبل ايتش ايام زمان، ويتضاربون الحبايب مع السكيورتي والناس يحايزونهم. يعني ما عندكم نجوم غيرهم؟ كمون مان، فاهم قدموا عداوه حلوه واستمتعنا فيها كثير، بس خلها بعدين. سويرف يفوز باللقب العالمي، وبيج يقول له ابغيك الان، بس مستعيلين على شو؟ خلاص دمره في تكساس ديث ماتش. المفروض عداوه بيج يكون مع اتباع الديفل، ابني لاسابيع لان ريفولوشن بتاريخ 3 مارس، يعني عندك شهرين تشتغل على راحتك. واذا سويرف فاز بالمباراه هذه يعني بتدمر بيج وما حد يستفيد بينهم. ما ادري مزعل حد ورا الكواليس ولا قال شيء غير جملته للبانك لتوني خان. ما ادري ايش السالفه. كنزال في المين ايفنت، داني برز نفسه بس يخسر كل مباراه، وانا ابغي ينضم للبي سي سي لانه بينجح وله مستقبل كبير في الاتحاد. عرض اليوم حلو، عرفنا نوايا ادم كول مع اتباعه، والالقاب داربي وتاكشتا ولعوها، واشوفه اجمل مباراه في العرض. ترنت منافس جيد لايدي كينغستون، وتمنيت يجلب هيل. ديانا بارازو اضافه جميله لقسم السيدات ومستواها حلو، بس مرايا مي حسيتها مرتبكه ولا خايفه، كان في شيء غريب. فاتمنى تتعود على الجو والعرض بشكل عام، لانها موهوبه في الحلبه وتقدر تنجح في المستقبل. بعدين المين ايفنت حسيت بلخبطه، كانهم ضايعين بدون الكونتيننتال كلاسيك، فبنشوف كولاجين ويمكن يعدلون بعض الامور. ما ننسى الاسبوع القادم عندنا ستينجو داربي ضد تاكشتا وهوبس، نتحمس له شوي. في كولاجين ايدي كينغستون ضد ترنت على لقب الكونتيننتال، وهم اف تي ار ضد البيت الاسود. وعندي خبر خفيف لو مهتمين، يعني دولف زيجلر ظهر في نيو جابان. اتمنى استمتعتوا في حلقة اليوم، الله يحفظكم، وبشوفكم في فيديو القادم. مع السلامة. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم وان. Check the mic and make sure it sound right, boys. No, we're TMDK and we're here to say we're gonna kick your ass in a mighty way. We in the morning. We're here to say we in the morning. Mighty way.